عندنا في الصحراء في نعم شمال موريتانيا الصحراء الغربية أناس يتقاضون رواتب دائمة، موظفين في الدولة ويتقاضون رواتب دائمة مع عدم الحضور إلى الشغل، نعم فما حكم ذلك؟ ما حكم العمل؟ طيب إن شاء الله جزاكم الله يجيبكم خيرا. عليه الشيخ، وإن شاء الله في حلقاتنا القادمة كذلك الأمر نستقبل باقي أسئلتكم. شكر الله لكم. السؤال واضح، يقول أنهم يذهبون إلى العمل أو لا يذهبون إلى العمل ويتقاضون الراتب. نعم، بالنسبة لمن كان من في دولة إسلامية و هو مقيد على وظيفة معينة، لا يحل له أن يأخذ شيئا من مال المال إما لله إلا في مقابل عمل وخدمة يقدمها للناس، لأن هذا المال مشترك يشترك فيه اليتامى والأرامل والمرضى ومن لم يولد بعد، ولهم حقوقهم فيه، فلا يمكن أن يأخذه الإنسان من غير حله، ويدخل ذلك في الغلول الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم شأنه. أما ما كان من التعويضات الاجتماعية التي تقدمها، مثلا البلد كان محتلا كإسبانيا كانت محتلة للصحراء، وتقدم إلى بعض المسجلين عندها بعض المعونات التي يعدها الناس رواتب، وهذه حق لهم لأن المستعمر سلب خيرات البلد ونهبها، ولذلك على أهل البلد أن يحاولوا أن يصلوا إلى ما استطاعوا من حقوقهم التي سلبها هذا المستعمر وأخذها، فيأخذون منه تلك الرواتب ولا بأس بذلك. جميل.